أهلا بكم في هذه الحلقة من حلقات بودكاست هوية، يجمعنا فيها حوار خاص برعاية مؤسسة دبي للمرأة اللي ترأسها سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. تركز المؤسسة على شؤون المرأة الإماراتية والعمل على زيادة مشاركتها في مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز دورها في صياغة المستقبل الاقتصادي والاجتماعي. حياكم في بودكاست هوية. ضيفة بودكاست هوية هي شمس الفلاسي، الرئيس التنفيذي لسيتي بانك الإمارات. شمس الفلاسي، حياك الله في بودكاست هوية وشكرا لقبولك الدعوة. الله يحييك، ومبسوطة أن وياكم اليوم وبديت يومي وياكم عشان أخبركم عن مسيرتي. طبعا أنا في أشياء كثيرة محمستني في هالحوار، إلى جانب أن بتعرف أكثر إلى شخصيتك، يعني هاي الشخصية القيادية في مجال مهم جدا اللي هو مجال القطاع المصرفي والمالي، أيضا في جانب شوية شخصي اللي هو له علاقة بأن يوم أنا شخصيا بديت مسيرتي الإعلامية كانت أول مديرة لي في حياتي في 2003 هي أختك مريم. طبعا يعني هالرابط بين قياديتين في حياتي الآن يعني وايد يثير الحماس. يعني واحدة من الأسئلة اللي دائما أطرحها لنفسي دائما يوم أقابل شخصيات مثلك في بودكاست هوية، كيف تشكلت هاي الشخصية؟ بدايتها كيف كانت؟ النشأة كيف كانت؟ اليوم إذا برجعت لمرحلة النشأة في حياتك، شو أكثر مشهد الحين بالنسبة لك بارز وايد وتحسين أنه هو فعلا صنع شمس الفلاسي؟ أول شيء الأخت صفية مشكورة وايد لاستضافتك لي، ومثل ما قلتي مع أنك اشتغلتي مع أختي يعني الدنيا صغيرة ونحن نتعلم وايد من بعض، وهذا شيء وايد حلو وكل حد منا يقدره يعني في البلاد. بخصوص النشأة، الوالد من الراس، أنا بنت دبي، الوالد مولود في الراس والوالدة مولودة في الشندغة، عائلة عريقة من الإمارات من الناحيتين، الوالد فلاسي والوالدة فلاحية. الشيء اللي ثبت عندي، أنا أصغر واحدة في العائلة، ويوم أطلع على التاريخ اللي كان عندهم، هم بدوا حياتهم قبل الاتحاد وكانوا جزء لا يتجزأ من بداية دولة الإمارات يعني. يوم أشوف الوالد وأتعلم منه وأسمع المسيرة اللي كانت عنده، كان من أول المعلمين الموجودين في المدرسة الصناعية قبل، وكان من أول الناس اللي سافروا بريطانيا أيامها من أيام الستينات عشان يتعلم ويشتغل ويجتهد ويرد ويعلم عائلته يعني. فهذا الشيء كنت وايد أطلع له كقدوة لي وساعدتني في مسيرتي. بخصوص الوالدة مثلاً، الشيء اللي دائماً ثبت عندي وساعدني أن أبدأ مسيرتي المهنية، أن مع أنها كانت ربة منزل، عملها والجهد اللي حطته أن تساعدنا نكون شخصياتنا كان شيء وايد مهم بالنسبة لنا، وشيء ثبت عنا وكبرنا فيه وتعلمنا منه بعد. الدور اللي الوالدين بدوا فيه من تربيتنا، من تعليمنا، من مساعدتنا ودعمنا دائما لأن نلقى المسار الصح لنا، كان شيء كثير كثير مهم. ومنطقة الشندغة نفسها أصلا يعني أختي شمسة يعني تحسينها مصدرة للقيادات في إمارات دبي. فعلا ما شاء الله معظم القيادات من رجال أخوان وخوات، تحسين فيه يعني إلا في جذر معين موجود في منطقة الشندغة. صح. هل أقدر أقول أن أول معلم لشمسة في الحياة هو الوالد والوالدة، ولا هناك أيضا وجوه أخرى الآن يمكن تمر على بالك تطري في الذاكرة؟ نحن نعتبر نفسنا والله إن وايد محظوظين، لأن الوالد والوالدة قاموا بدورهم وما زالوا يقومون بدورهم يعني بمساعدتنا ودعمنا. بس نحن محظوظين في البلاد لأن حكومتنا الرشيدة موجودة، عندنا كثير من القدوات حوالينا إن ممكن نتعلم منهم، نسمع لهم، ودائما موجودين يعني في بالنا وجدامنا حتى ان نكمل مسيرتنا، ونشوفهم دائما ونتعلم ونجتهد ونصبر. صحيح. ونثابر بكل هالقدوات الموجوده. والشيء الثاني اللي حبيت بس اتكلم عنه خصوصا لان المراه الاماراتيه
بالذات كان لها كثير دعم من حكومتنا الرشيدة، يعني حوال السنين من زمان، يعني مو بشيء جديد علينا، وهذا شيء كبرنا وتعلمنا تعلمناه يعني من يوم نحن صغار. تدرين انه هو مثل في مجرى الشريان، يعني الحين حصه بنت المر، عوشه بنت حسن، تدرين هاي الشخصيات الان تتبادر الى ذهني، لانهم شخصيات نسائيه قياديه ما كانت تنتظر اصلا يعني حتى كلمه تمكين او غيرها، هي كانت تمكن المجتمعات بشكل عام، ولذلك او المجتمع بالاصح، ولذلك اي سيده اماراتيه بطبيعة الحال لازم هي تمكن أسرتها وتمكن مجتمعها. ذكرتي أن الوالد كان من أوائل الناس اللي درسوا خارج الدولة في بريطانيا، وأقدر أتخيل إيش كثر تأثير هذا الأمر على شخصيته هو. هل لمستي هذا التأثير مختلف في أسرتك كون أن الوالد من الأشخاص اللي من الرواد في هذا المجال، في مجال التعليم؟ الشيء اللي صدق حسيت انه كان غير من ناحيه تربيه الوالد، انه كان دائما يشجعنا ويقولنا لا تخافون، اذا تبون تتعلمون، اذا تشوفون انكم تبون تسوون شيء او تبدون شيء ابدا لا تترددون تخافون، لان الواحد يتعلم حتى من خطأه يتعلم ويستوي احسن. فدائما كان مشجعنا نكون جريئين وشاطرين وناخذ يعني الفيرست ستيب والمخاطر، وهم دائما موجودين ان يدعمونا. حلو. اهم شيء ان كانوا دائما موجودين اللي يساندونا ويردونا على المسار الصح يعني. طيب ايش كثر اثر هذا الامر على خياراتك التعليميه؟ يعني هل كان في عندك وضوح في رؤيه مثلا شو التخصص الدراسي اللي اللي ابغيه؟ شيء بسيط بس ان حبيت اتكلم عنه، ان دخلنا اول مدرسه خاصه اسمها مدرسة راشد الصالح، واسمها مدرسة راشد صالح لأن الشيخ راشد بن سعيد المكتوم الله يرحمه كان أحيد، كان في صورة في المدرسة حاطينها، كان من مؤسسين المدرسة، والمدرسة كانت تقريبا لأنها من أول مدارس كان المنهج شوي متحضر أكثر. الوالد يعني قال أباكم كلكم تبدون في المدرسة، وأحيد يعني خواتي وإخواني كلهم كانوا في نفس المدرسة، والحلو فيها أنها كانت فيها جميع الجنسيات، فتعلمنا من بعض تعرفين. كان في مدارس طبعا الحكومية والمدارس الخاصة اللي بعدين بدأت، بس الشيء الحلو اللي كان في مدرستنا أنه كان في كتير جنسيات موجودة، تعلمنا من بعض تعرفين، تعلمتي الثقافات، تسمعين حتى من أبسط الأشياء، شو تأكلون في البيت، شو تتعلمون، شو الأشياء اللي تسمعونها، شو الأشياء اللي مثلاً رابين عليها. فهالشيء كان وايد وايد مهم. أول شيء إنه ما حطوا لنا حدود معينة إن نكبر فيها، إنه يعني لازم تدخل هالتخصص ولا لازم تدرس في هالمكان. فيوم وصلت مرحلة الجامعة وقبل أدخل الجامعة يعني كنت دائماً أحب أشوف شو الأشياء اللي ممكن أتعلم فيها. مثلا دخلت برامج تدريبيه كانت في شركات معروفه وايد، يعني حوالي تدريبات الصيف ولا حتى في الايام اللي كنت اقدر فيها مثلا اكون في مكان واشتغل واسوي تعرفين وظيفه جانبيه مثل ما يقولون. يوم بديت دخلت التقنيه، التقنيه كانت وايد حلوه لان كان يعطونا فتره بين فتره وفتره قبل التخرج فترة تدريبية معينة في المجال اللي انت تحبينه. كان في كثير سبجكتس جديدة، كان في تركيز على التكنولوجي مثلا، مو بالرقمنة، ما كنا موصلين على الرقمنة، بس كانت بشكل كبير يعني تشجع على فكرة العملية التطبيق اكثر شيء في كليات التقنية. بالفعل. فكان عندي كذا اختيار، بس بعدين بعد ما فكرت يعني كملت في الاعمال المصرفية والخدمات المصرفية يعني من البداية فلوس. فعلا، مع أن على فكرة سبحان الله يعني طلعت لي بعثة وقتها أن أسير أمريكا وتغيرت الأوضاع ورديت التقنية وكملت والحمد لله. يعني ما سافرتي، ما درستي في الخارج؟ كنت ناوية أسافر في الخارج وطلعت لي بعثة، اختاروا أحيد من 1500 شخص، اختاروا 50 شخص كانوا منهم 8 بنات و42 شاب يعني، وبعدين الأوضاع آخر لحظة تغيرت ورديت التقنية والحمد لله كان
اختيار وايد وايد زين، وصلني وين أنا بعد. جميل. في هذه الفترة هل كانت عندك مواهب معينة خارج المسار الدراسي؟ يعني مثلاً رسم، كتابة، شعر، أمور ثانية كذلك يعني كنت تمارسينها؟ في أيام الدراسة كنت دائماً أحب أجرب أشياء جديدة. أنا دائماً أحب الرياضة بصراحة يعني. فيوم كان عندي وقت كنت بين فترة وفترة ألعب تنس، مثلاً سباحة، وهي أشياء بعدها تكمل وياي يعني لين الحين. من غيرها الرسم كان شيء أحبه، القراية، بس إنه ما تطورت فيه وايد. إنه كنت شيء أحب مثلاً أقضي وقت فيه لأنه بس تسلية يعني. ذكرتي موضوع الرياضة وأنه لا يزال يعني جزء أساسي من حياتك اليومية. صح. فأقدر أقول إنه عندك سمة التنافسية وحب التحدي. هي. صح. حب التحدي هي التنافسية، هذا شيء أسمعه دائماً. ولا ما كنتي بتكونين يعني ما شاء الله وصلتي لهالمنصب. صح. يعني أنا ما أحب أقول صراحة كونك امرأة وكونك رجل، ما يعجبني هالموضوع، بس أحس أنه كون النساء فعلاً الرياضة لازم تكون محور أساسي وخصوصاً عند القياديين. صح. بقول لك أن الرياضة جزء لا يتجزأ من حياتي، لأن أول شيء علمتني الانضباط، ثاني شيء الناس اللي دائماً تكون مشغولة ويكون عندها وايد في يومها لازم تكون تعرف تبدأ يومها صح. فالواحد بداية يومه والطريقة اللي يبدأ يومه فيها ترتب لك اليوم كله وترتب لك الأسبوع والسنة بعدها. حلو. فأنا يومياً قبل الدوام لازم أسوي رياضتي يعني. هذا شيء ينشطك ويعطيك التركيز اللي تحتاجينه في يومك المهني ويخليك تبذلين جهد أكثر. وبعد تقدرين تتعاملين مع مختلف التحديات اللي موجودة. هذا شيء صح. خصوصاً في القطاع المالي يعني والمصرفي. ذكرتي موضوع الانضباط ودائماً يعني نحن نسمع أن المهارة مهمة، الإبداع مهم. في رأيك اليوم إذا كانت المهارة موجودة والإبداع موجود بس الانضباط كان في شوية عليه استفهام. هي. الشخص يفضل العشوائية أو الفوضوية بحجة أنه هو مبدع. هي. يعني كيف تنظرين لعملية أنه مهم أن نحن نربي الانضباط فينا اليوم؟ إذا الواحد يتطلع لوين يبغى يوصل بعد سنين الانضباط وايد مهم، لأن الاستمرارية أظن هي جوهر أن الواحد يوصل للنجاحات على مدى طويل. أما يوم الواحد يشتغل بعشوائية ممكن يوصل أهداف في الفترات القصيرة بس ما بيقدر يكمل ويتم مستمر في النجاحات اللي دائما يوصل. فالواحد لازم يتم منضبط ويعرف شو الأشياء اللي لازم يؤديها بطريقة معينة عشان يكمل دائما في مسيرة النجاح. طيب تتذكرين أول يوم وظيفة؟ نعم. وشو السؤال اللي سألتي نفسك في هذه اللحظة؟ نعم. أول يوم وظيفة صراحة كان وايد حلو، وكان في أقل من أسبوعين من بعد التخرج. في شيء ضحكت عليه هذه المرة، لأن أول ما دخلت البنك رحبوا بي وكل حد كان مبسوط أن الناس موجودين، يعني كان في كذا شخص وياي أعرفهم قبل أبدأ الدوام، كنت مشتغلة وياهم فترة صيفية فعرفت كذا موظف يعني. الشيء اللي ضحكت عليه أنه قالوا لي أنت مواطنة ما بتتمين فترة طويلة، يعني عطوك على طول ستيتمنت من البداية. على طول من أول يوم. ضحكت قلت إنزين إن شاء الله وضحكت. الشخص اللي قال لي هالكومنت لين الحين موجود، فيوم يشوفني يضحك يعني. أول شيء كان يضحك بخجل، الحين بدأ يقول لي يعني إني ليتني ما قلت لك هالشيء. الحين ما شاء الله كمل تقريبا 20 سنة في البنك ما شاء الله، فشيء حلو الواحد إنه يتذكره ويخليه يثبت في مسيرته. طيب من وين كانت هالانطباعات موجودة عن المواطن أو المواطنة في هذه الأيام، وهل تعتقدين لا تزال مستمرة هالانطباعات؟ كان في هالانطباع موجود قبل، خاصة في القطاع المصرفي. ما بقول محدد للبنت ولا للشاب، بس إجمالا القطاع المصرفي قبل ما كان وايد من القطاعات اللي الناس تمت فيها لفترة طويلة، لأن أغلبيتهم يبدون كبداية وبعدين الصعوبة تزيد، فالواحد ما يصبر يقول خلاص أنا وصلت هالفترة وتعلمت الحين بسوي شيء ثاني. الحين الأوضاع تغيرت، لأن اللي شفناه في وايد مراكز تدعم. المصرف المركزي ما شاء الله باذل كثير جهود مع مؤسسة المرأة،
والاتحاد النسائي العام بعد، والشيخة فاطمة بنت مبارك بعد أن تكلمت عموما عن المرأة في القطاع المصرفي بعد. فمو مجرد أن استقطاب الخريجين والخريجات، بس بعد أن مساعدتهم ودعمهم أن يوصلون مراكز إدارية، وهذا الشيء صراحة أنا حاب أن يكون لي تعرفين بصمة فيه، وشيء إن شاء الله الله يقدرني أن أقدر أتوسع فيه سواء في البنك ولا في القطاع نفسه، وخصوصا من منطلق اليوم المسؤولية اللي أنت تحملينها في هذه المكانة في هذا القطاع بالتحديد. لكن قبل ما أخوض في هاي التجربة المتقدمة، أبغى أعرف شو كانت أبرز التحديات اللي تواجه شمسة قبل 20 سنة، سواء على الصعيد المهني وحتى والأهم على الصعيد الشخصي وهي تمارس هذه المهنة. بداية في الشغل، أول شيء الواحد يبدأ في مؤسسة عالمية، طريقة الشغل تكون غير، لأن الواحد عادي بكل بساطة يكون متوقع أن الناس بتي بتقول له أن ابدأ شغلك سوي كذي وسوي كذي، بس طريقة التعليم كانت مختلفة كليا يعني. فالشيء اللي شفته أن الواحد لازم يطلع من دائرة الراحة والكمفورت زون مثل ما يسمونها، ويسأل أسئلة إن شو هذا، كيف ممكن أتعلمه، شو معناته، كيف بيأثر في شغلي، وشو الشيء اللي لازم أسويه. فإن الواحد يبدأ يكون هالطبع إنه يسأل أسئلة ويفهم شغله، هذا شيء وايد مهم. الشيء الثاني اللي انتبهت عليه إن الواحد بعد بين فترة وفترة لازم يراجع نفسه، وشو تعلمت، وين أبغى أوصل، شو ناقصني، شو تعلمت، وين أبغي أوصل، وشو اللي ناقصني، وشو اللي ناقصني عشان أوصل. فهالشيء وايد مهم في الشركات العالمية، في المؤسسات العالمية، لأن ما تلقينا موجود بنفس الطريقة الموضحة في الشركات المحلية. الشركات المحلية تكون أكثر يعني هالأشياء تكون أكثر ملموسة محسوسة في يوميا يعني، أما في الشركات العالمية يكون لأنه في كثير موظفين موجودين، في كثير عندك ديبارتمنتس مثلا اشياء كثير تتعلمينها. فهالشيء مهم ان الواحد يكون جريء يسال، وبين فتره وفتره يرد يراجع نفسه عشان يتاكد انه وصل لاهدافه. طبعا مو دائما بنلقى حد يجاوب على الاسئله، صح، ومو دائما بنلقى اجابات، صح صح. هي. في هالحاله كيف نتصرف؟ الواحد لازم يتم يدور على الاجوبه، طبعا الاستمراريه والدافع. اخر شيء بيشوفون ان انت تبغين تفهمين وتوصلين للحل اللي انت تبغين توصلي له. او ساعات الواحد بعد لازم يشوف مثلا عند موضوع معين، شيء قالوا لي اياه قبل في بدايات شغلي ان لا تين بالمشكلة، تعالي بالحل. وهذا شيء بعدني أطبقه لين الحين، يعني ما بصير مثلا عن مديري ولا مديرتي قبل أشتكي، بس بصير بقولهم في هذا الشيء ممكن يكون أحسن بهالطريقة. فهذا الشيء تكون وياي الحين في مسيرتي وكثير ساعدني صراحة. وأكيد صرتي تطلبينه بعد من فرق العمل اللي عندك، ني. صح؟ ني. كيف عملية في ريزيستنس، في مقاومة لها العملية، وكيف تتصرفين اليوم؟ فبخصوص النقطة اللي قلت لك إياها إنه لازم يكون عندي بصمتي والشيء أبغي أطوره. مثلاً الحين الناس اللي ما كملوا عنا فترات طويلة في البنك، الشيء اللي دائماً أحاول أخليهم يفكرون فيه ويرجعون يعني إن يراجعونه، هو مثلاً إنزين عندك هالمشكلة، شو الحل اللي انت عندك في بالك، شو الطريقه اللي لازم نتصرف بهالمشكله. فيردون والله ما شاء الله يعرفون يعني. فاقول اذا انت عندك اوريدي الجواب، ليش ما تبادر بطرح الجواب قبل لا تبدا بالمشكله. فالحين اشوف هالتغييرات شوي شوي بدأت تاخذ مكانها يعني. شوفي، من الكلمات اللي كانت دائما تتردد عن الاماراتيين والاماراتيات العاملين في القطاع المالي، هي. ان او اللي بيعملون، ان هي اشكاليه مايند سيت، عقليه، هي. صحيح هالكلام؟ قبل بس كل شيء يتغير بالتوعيه وبالتعليم. اقول لك قبل، لان فتره من فترات التدريب اللي كنت فيها كنت مسؤوله عن توظيف المتدربين الجداد، النيو باتش. فيمكن تسالهم شو طموحاتكم، وين تبون توصلون، شو الاشياء اللي تبون تسوونها.
يقولون مثلا نبغي مركز اداري، تبغي مركز اداري لازم يكون لك احقيه، كيف بتوصل لان يكون عندك الاحقيه انه توصل مركز اداري؟ بتدرب بسوي. في ناس مثلا يكونون عارفين، يكون عندهم وضوح، بس الشيء اللي لازم ما نتنحى عنه يعني القطاع المصرفي اجمالا يحتاج مجهود، يحتاج مجهود من ناحيه انه نفس ما قلت لك الواحد يتعلم، يسال اسئله، يكون جريء، بيكون في فرص وصعوبات ان الواحد يقول لك ما اقدر ساعدك انا مشغول في وايد اشياء ان اشتغل عليها، بس الواحد لازم يتم يثابر ويتم يتعلم ويجتهد ويثبت في مكانه، هذا الشيء وايد مهم. في قلب العمليه هذه كلها دائما العميل. نعم. ومهما قالوا ان اليوم تقنيات ذكاء اصطناعي او روبوتات هي. او ديجيتال بانكينج، بيظل دائما العميل في قلب هاي العمليه. صح. فشو اهم درس تعلمتيه من خلال عملك عن الطريقه المثلى او الافضل هي. اليوم للتعامل مع هذا العميل وكسبه؟ هي. مع ان كثير في تطورات تكنولوجيه نشوفها وهي اشياء يعني بتكون جزء لا يتجزأ من الطريقة اللي نسوي فيها الشغل. الشيء المهم اللي لازم نرد نتذكره إن أبسط شيء العميل هو إنسان، والإنسان يحتاج إن تسمعي له. ساعاتيش عميل مستانس شيء تأدى صح، ساعاتيش عميل مو بوايد مستانس لأن ممكن تكون عنده مشكلة، ممكن هو روحه يكون ما عرف ضغوطات بسبب هالمشكلة. فأبسط شيء إن الواحد يسمع العميل، هو شو يبغي، شو الشيء اللي أنا ممكن أسويه كبنك. في كثير من الأوقات يعني أنت تقدرين تساعدينه، وفي ساعات أشياء يعني تكون خارج السيطرة بخصوص مثلاً لوز، قوانين، أشياء ما تقدرين تغيرينها. الواحد أهم شيء يتذكر إنه لازم يسمع للعميل، يخليه يخبره شو المشكلة اللي عنده وبعدين يحاول يساعده. إذن شمسة كيف تفصلين؟ لأن صحيح أن هاي تحديات وفي مثلاً آلية معينة نحن نتعلمها اليوم عشان نتعامل مع العملاء هي. بشكل عام، بس أكيد في جانب آخر يمسني أنا كفرد اليوم أتعامل مع شخص آخر معصب عنده مشاكل وايد، أنا كيف أتشافى من هاي العملية؟ كيف أحافظ على هدوئي الداخلي، سلامي النفسي أثناء مروري بهاي التجربة؟ هي. أهم شيء اللي بقولت إياه أن الواحد يعطي كل شيء حقه. يعني مثلاً وصلت عميل يعني ممكن كان في مشكلة مار فيها بخصوص حسابه، بخصوص الديل اللي كان يشتغل عليها، لازم تسمعي له وتفصلين، لأن تفصلين بطريقة أنه منها تحاولين تساعدينه في المشكلة اللي هو فيها. والشيء الثاني هاي مهارة تتطور مع السنين، يعني لأنه إذا تميتي تسمعين وتجذبين كل هالطاقات حواليك، يعني بعدين بتستصعبين الشغل. فيوم تعطين كل شيء حقه تسمعينه، تكونين أهم شيء يوم تسمعينه مو بس تسمعينه وتقولي له إن شاء الله وبنحل الموضوع، لازم الواحد يكون حاضر في كل مكان. كسبيل المثال مثلا اذا اتكلم وياك الحين عندنا كونفرسيشن، لازم اكون موجوده واسمعك وافهم بالضبط انت شو تحاولين توصلي لي، من غير ما تتصورين يوصلك وايد اماكن بعيده. يعني حلو، حصلتي على جائزه افضل مصرفيه مواطنه في الامارات عام 2013، وما شاء الله من بعدها اكيد في كثير من ايضا التكريمات والتميز في مجالك. اليوم انا كشخص يعمل في هذا المجال، يعني عندي فرصة إن أنا ممكن أحصل أكيد. على جوائز، ممكن أكيد. أتقدم، ممكن أثبت نفسي. شو العامل الأساسي اللي تعتقدين إنه ساعدك توصلين لهذا التقدم وهذا الإبداع اللي يحتفى به من خلال الجوائز؟ خليني أخبرك قصة الجائزة. أنا ما كنت في البلاد على فكرة، كنت في إيرلندا وقتها، وأذكر مدير التوظيف والموارد البشرية عنه كلمني وقال لي شمسة وصلت أورد يعني بأفضل امرأة في القطاع المصرفي، فوايد فرحت صراحة. وقالوا لي لازم تردين، يعني ما عطوني وايد وقت، كان لي ذخر كبير صراحة ودافع كبير يوم أشوف هالموقف وأتذكره، يعني أن وصلت هناك والجائزة عطاني إياها الشيخ سلطان القاسمي
الله يحفظها. كان شيء وايد وايد ذخر بالنسبة لي، وطبعا شافوها من ناحية ان المسيرة اللي كانت عندي، شيء من النقاط اللي غيرت لي مسيرتي اللي هو اول شيء مثل ما قلت لك الواحد يراجع نفسه بين فترة وفترة انه شو الاشياء اللي تعلمتها، وين ابغى اوصل، ويطلب المساعدة. الشيء الواحد اللي ما يعني ما يفكر فيه بين فترة وفترة انه لازم تتكلمي، في حواليك وايد ناس عندهم خبرة، لازم توصلي لهم تسألينهم شو رايكم في الاشياء اللي انا قدمتها، البروجكتس والانجازات، ويعطونك هم تفاصيل بين فترة وفترة يعني، وتساعدك تكونين اون تراك. فيوم تشوف مسيرتي وبعدين من غيرها ان مثلا سافرت البرازيل قبل ايرلندا، وان جبت من مثل ما يسمونها البست براكتسز، افضل الممارسات، هي افضل ممارسات رديتهم البلاد، هذا شيء وايد شجعني ان تعرفين الحمد لله انا للجائزه يعني. وهالشيء دائما لين الحين ارد اتذكره ان هالجائزه اعطتني دافع ان حتى اكون احسن واحسن. طبعا يوم كنتي تحاولين تسيرين امريكا تدرسين الله ما كتب نصيب، لكن كتب ان تخدمين الدوله من خارج الدوله بطرق مختلفه. ذكرتي حضرتك ايرلندا، البرازيل، بريطانيا، وذكرتي كلمه افضل الممارسات. يعني دائما هاي كلمه يكون عليها شويه استفهام، ان افضل الممارسات لمنو؟ هل فعلا بتناسب المؤسسه؟ العميل بيستفيد؟ المجتمع كيف بيتاثر؟ فشو كان في بالك وانت يعني تستوردين او تبين هذه الممارسات؟ اول شيء خليني اخبرك قصه التدريب العالمي اللي كان عندي. احيد في 2009 قالوا لنا فاتحين برنامج الواحد يصير يحط اسمه، انه يا انه تختارين تدريب عالمي ولا محلي، مو محددين لك اي مكان. واذكر ان حطيت اسمي عالميا، مديري وقتها قال لي كيف ممكن يحطونك اي مكان، نحن في اكثر عن 90 بلاد عالميا. قلت له مو مشكله. قال لي اري شور؟ قلت له هي عادي. المهم اذكر طلعت اجازه ورديت، طلعت لي البرازيل، فرد قال لي ان واو طلع لك اوبورتونيتي وايد حلو. قلت له شو الاستوى؟ قال لي فرصه وايد وايد حلوه. قلت له اوكي خبرني التفاصيل. قال لي البرازيل مده 4 شهور. قلت له خلص ام جوينج ان شاء الله بصير يعني توكلنا. قال لي لا لا خبري اهلك وردي علي. فاذكر ان اتصلت في الوالده قلت لها ترى انا بصير البرازيل. قالت لي ها خبريني التفاصيل، وهو سكرت الخط. نفس الشيء اتصلت في الوالد وخبرته نفس الموضوع. قال لي مو مشكله الله يوفقك، بس تاكدي من التفاصيل يعني المهمه، وين بتسكنين وشو بتسوين وهالاشياء يعني. فقلت له ان شاء الله. رديت على مديري قلت لي الاهل وافقوا، حطيت اسمي لان نحن كملنا 60 سنه في البلاد كسيتي بانك، عندنا وايد خبرات. بس توصلين فتره تحسين من ناحيه تعلمك انت كفرد وصلتي مرحله ان خلاص التعلم وصل مرحله ان تبغين تعلمين اكثر، بس ما في شيء فرص موجوده. فقلت ابى اسير بلدين ثانيه اشوف شو موجود. فسرت البرازيل، كنت في نفس القسم بس تركيزي كان على الشركات الإماراتية اللي موجودة هناك. تعاملت وياهم بكل طريقة، إنه فهمت منهم شو اللي خليكم تتعاملون يا البنك هني، شو الأشياء اللي ممكن يبها البلاد. كان شيء وايد وايد مهم بصراحة، مع إنه كانت فترة بسيطة. كان في سبب إن أتعلم لغة ثانية على فكرة، وهذا شيء بعد زيادة. أنا فكرة بسألت إن اللغة اللي كنت تتعامل، لأن أتذكر إن البرازيليين شوية عندهم فكرة الإنجليزي مب هي. وايد محبوبة يعني، خاصة السنة اللي كنت فيها كانت 2010 قبل كأس العالم وقبل الأولمبيات، فكانت أغلبيتها بالبرازيليان بورتغيز البرتغالي يعني، فاضطريت أتعلم اللغة ما شاء الله. فرديت وطبقنا الأشياء الجديدة، جبنا وايد أشياء تعلمناها يعني من الممارسات. وبعدها ممكن تسأليني ليش كملتي في الأماكن الثانية؟ الأماكن الثانية كانت خصيصاً حقي أنا كفرد من ناحية الأشياء الثانية اللي أبغى أتعلمها. فالأربع شهور قلت لأنه فترة قصيرة جداً، بشوف شو الممارسات الناجحة اللي عندهم اللي ممكن أجيبها البلاد. حلو. وبالنسبة للتدريبات الثانية كانت خصيصاً حقي
للأماكن اللي كنت أنا أبى أتعلم منها كمهنية أكثر يعني. حلو أختي شمس، سؤال طرع بالي الحين، إذا أنا موجودة في مؤسسة معينة 5-10 سنين هي. ومثل ما تفضلتي وأحس أني وصلت مرحلة أن أنا مو بعارفة شو ممكن أتعلم زيادة أو شو ممكن أضيف زيادة، هي. هل هذا هو إنذار أو مثل ما تقولين دليل أن أنا لازم أسوي خطوة خارج المكان؟ هي. أو في المكان لبعد آخر أو مسار آخر، كيف أعرف شو الأنسب لي؟ سؤال وايد مهم على فكرة، لأن نحن موجودين مو بس في بلاد متطورة جداً الحمد لله، بس بعد عالم متطور جداً. فهاي نقطة وايد وايد مهمة، وخاصة لأن ممكن تغير لك مجال ومسيرة شغلك. الشيء الواحد لازم يفكر فيه أن أنا وصلت هني تعلمت كل اللي أقدر أتعلمه. توصلين مرحلة في حياتك أنت مع أنك يومياً لازم تتعلمين شيء جديد، وهذا شيء دائماً أنا مطبقت لنا، لازم توصلين مرحلة تبدين تعلمين الجيل الجديد. مو بس أن أنت تتعلمين وتخلين العلم حقك، بس يوم توصلين فترة مثلاً خلنا نقول تقريباً أول بدايات أول 10 سنين، الواحد ينتبه ان لازم انا اتعلم واطور نفسي واوصل لمجال معين. العشر السنين الباقيه تبدين تطورين ممكن فريق عملك. العشر السنين العقبه تبدين تركزين على ان في اجيال جديده في مجالات جديده، كيف انا اتم اطور نفسي من هالاشياء وكيف اتعامل يلجي الجديد عشان بعد اساعدهم انهم يوصلون منال. يعني تتحولين الى كوتش منتر، هي. صح هي. موجه مدرب، معك بالعربي بالضبط شو الترجمة الصح، هي. بس هذا استمرارية لمسيرة الإنسان وعطائه فعلاً. في المؤسسة وفي المكان. الحين لحظة خبر المنصب اللي نحن كلنا احتفلنا فيها صراحة، يعني حتى على السوشيال ميديا عنا، شو كان شعورك؟ وهل أنت أصلاً كنت متوقع هالشيء؟ أنا بصراحة وايد اشتغلت على هالشيء، يعني كان في مخطط. هي. حلو كذا شيء مثل ما قلت لك، بس عشان أكد لك أهمية أن الواحد يرد يراجع نفسه من ناحية المهارات اللي اكتسبها في السنين. لأن بين فترة وفترة أنا عادة يوم أقدر 6 شهور أقول أبا مثلا أوصل هالمكان، شو الأشياء اللي ناقصتني نفس ما قلت لك. حلو. ففي مسيرتي كلها وصلت مرحلة عندي مجالين. أنا المجال اللي قبلي كنت ماسكة الشركات العالمية في مجلس التعاون والعراق. الليفل الثاني أن كنت أمسك أقليم أكثر، ممكن الشرق الأوسط مثلا. وصلت لمرحلة أن لازم أقرر هل هو هالمجال اللي أبى أسلكه ولا في مجالات ثانية موجودة الحين. فبديت أفهم أن هذا مجال ثاني ممكن أسلكه، بس شو الأشياء اللي لازم أطبقها قبل وشو الأشياء اللي لازم أتعلمها، لأن كنت دائما في البزنس تقريبا. فإن تكونين في مكان تمسكين البنك وتتعلمين أشياء ثانية ما كان عندك قبل اطلاع عليها، هذا شيء بعد بديت أشتغل عليه تقريبا بقول من حوالي 2 سنين قبل المنصب. وتطلب مجهود، تطلب مجهود، لأن من غير شغلي اللي كان عندي وشاغلني كنت لازم أبدأ أتواصل وأتعلم هالأشياء الثانية الزيادة. فأول ما فتح المجال نحن وايد من ناحية البروسيسز في التطبيق وايد وايد ستريكت، فلازم تقدمين، لازم تصيرين في مقابلات، يكون عليك تقييم، بعدين يختارونه. فأول ما شفت إن المجال ممكن يفتح ولا يكون موجود طبعا قدمت. يعني هذا يعتبر إنجاز الآن الحمد لله في المسيرة المهنية، مش بس لله. مجرد اختيار يا من الإدارة العليا وكذا، لا هذا إنجاز تم التخطيط له ومدروس. هي. وخذ وقته 2 سنين أو هي. أكثر تقريبا حتى اليوم وصلتي لهالشيء. عندي سؤال، كيف أعرف أني أنا أستحق أني أكون قائد؟ شيء وايد بسيط، دائما بيسألونك وبيتحدونك بيقولوا لك هل أنت جاهزة؟ إذا أنت بينك وبين نفسك عارفة أن سويتي كل شيء تقدرين عليه عشان تكونين جاهزة، بتعرفين أنك تستحقين المكان. وإذا هالشيء كان يخوف، هذا دلالة، يعني تعتبر دلالة إيجابية؟ من أي ناحية يخوف؟ يعني يخوفني أني أنا ممكن في يوم من الأيام أكون في منصب كبير أو أكون قائد كبير بهالطريقة.
انت لو تخافين انك تكونين في منصب كبير ما بتجهزين عشان توصلين للمنصب. يعني كل حد له حق مشروع انه يكون قائد. صح. بس السؤال هو هل هو يقدر يجهز نفسه فعلا لهذا المكان؟ شو ابرز السمات اللي تميز اليوم المرأة القيادية في القطاع المالي؟ تعتقدين انها لازم تكون موجودة حتى الوحدة تقدر تكون في هذا المكان في هالمسؤولية الكبيرة؟ اول شيء الصبر، الجرأة، والثبات. اظنها ثلاثة من أهم المواصفات اللي تكون موجودة، وخاصة الجرأة والثبات. طيب، وخاصة الثبات لأن بيكون في وايد تحديات، لأن الأقلية موجودة في مراكز إدارية في القطاع المصرفي، وهذا الشيء نحن كلنا اللي موجودين الحين نحاول نغيره. السقف الزجاجي حقيقي يعني موجود. الشيء اللي بقول لك عنه أن أنا في مؤسسة والحمد لله محظوظة وايد أن هذا الشيء تغير، ونحن لعبنا دور كثير كبير عالمياً عشان نغيره. أول شيء بالإعلان أن مديرتنا التنفيذية عالمياً هي امرأة، أول امرأة تمسك بنك أمريكي، كان شيء وايد مهم. وبعدين شفنا قيادات عنا في الإقليم وخاصة في دبي وفي الإمارات لخبرات وايد صراحة مشرفة وترفع الرأس. اليوم شو الأدوار اللي حسيتي أيضاً القيادة الإماراتية والمؤسسات مثل واحدة منهم طبعاً مؤسسة المرأة وغيرها من المؤسسات المعنية بهذا الأمر، شو هي الأدوار اللي لعبتها في تمكين المرأة وتمهيد هذا الطريق لها خصوصاً في قطاع دايناميكي مثل ما يقولون وحساس وصعب مثل القطاع المالي؟ أنت قلتي شيء وايد مهم أول المقابلة، أن التمكين مو بشيء جديد حقنا نحن كإماراتيات، هذا الشيء ربينا فيه من أيام الوالد الشيخ زايد بن سلطان النهيان الله يرحمه، قال أن المرأة نواة المجتمع ونص المجتمع، وهذا شيء ربينا عليه وعارفينه، يعني مو بشيء جديد علينا. الحين المؤسسات اللي نحن نشتغل وياها الأهداف اللي يبغون يرسخونها أن نحن موجودين ندعمكم، والناس اللي تمسك مناصب لهم جهات كبيرة وكثيرة داعمتنهم عشان مو بس ينجحون بس بعد يكونون مساهمين لنجاح الأجيال الجديدة. أظن هذا شيء وايد وايد مهم. بعد يعني هي فكرة أن وجود المرأة هو مو بس عشان نحن نسكر كوتا ولا نسوي مثلا نرفع شعار معين ونقول نحن حطينا امرأة في مكان، في إسهام حقيقي كون ان المراه موجوده في منصب مثل صح. هذا شو التاثير اللي تحسينه ممكن يكون يعني ينتج عن هذا الوجود، وجود المراه على سير العمل، على ثقافه المؤسسه، على الاقتصاد حتى بشكل عام؟ يعني كابسط مثال تخيلي مجموعه من الاداريين موجودين في مثلا اجتماع يتكلمون عن شيء مهم، التنوع الفكري اللي تشوفينه اللي ينطرح سواء من الرجال والنساء إذا كان موجه لمجموعة واحدة غير متنوعة تحسينه وايد أقل، وأهداف اللي ممكن توصلينها محدودة. أما إذا التنوع كان شيء مهم بالنسبة مثلا للمؤسسة ولا الاجتماع اللي أنت فيه بتوصلين أماكن بعيدة. هذا الدمج اللي يستوي دمج فكري بقول لك انه وايد مهم، لانه تقدرين توصلين اهداف غير محدوده بصراحه. من غيرها الشيء الثاني المراه مو بس تلعب دور في الحياه المهنيه، بس تلعب دور انه تبني الاجيال الجديده. فهذا التغيير الفكري والتطور المرأة تتكمل أن تكون جزء لا يتجزأ منه. يعني قدتي مبادرات أنت بنفسك أصلاً يعني داعمة حتى لهذا التنوع ولوجود المرأة بشكل خاص يعني من ناحية شبكة سيتي النسائية في دولة الإمارات بالتحديد، شو يعني أبرز المبادرات اللي حسيتي أنها فعلاً أحدثت تغيير؟ نحن من الشيء اللي نركز عليه اللي هو توصيل المرأة للمناصب الإدارية. فالشيء اللي شفناه مثلا استقطاب الخريجين ما كانت دائما ان صعوبه، بس ان توصلين فتره مثلا نقول اذا كملوا 7-8 سنين يبدون يوصلون مرحله في حياتهم انه يقولون
هل هو المكان الصح لي اكمل اخذ تحديات زياده ولا صح. اطلع؟ هل قسم من النساء خاصه قسم تحتاجين تشتغلين وياهم بطريقه قريبه يعني وتساعدينهم حتى يوصلون اماكن ثانيه؟ تكلمتي عن المنتورشيب والكوتشنج، انا بعد كوتش اقدر اقول وهذا الشيء وايد احبه. هو اصلا لازم القيادي الان يكون كوتش اساسا، يعني فعلا هذا الوجه الاخر المضيء هي. في عمليه القياده هي. بس وايد من الناس ما ياخذونه رسميا. انا حبيت اتطور في 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 هالشيء لان اتعامل ويا وايد ناس. فنتكلم عن التطور لانه مهم وايد. حسيت ان عشان العب دور محسوس كان مفروض اطور مهاراتي عشان اخلي الناس الثانيه بعد تشوف شو الاشياء اللي ممكن تتطبق. تعرفين ان يكون لك وقت كافي عشان تطورين المهارات الجديده والاشياء الثانيه. طبعا في وايد من السبجكت اللي نشتغل عليها اللي دائما تتغير، منها التوازن ورك لايف بالانس، منها المنتل هيلث اللي نشتغل عليها، منها بروجكتس محدده عشان تطورهم في حياتهم المهنيه في القطاع المصرفي. في هذا الدور القيادي والمسؤوليات المتعدده الحين طبعا الله يوفقك ان شاء الله يعني وللامام اكثر، شو هي اكثر المخاوف او التحديات المستقبليه اللي تحطينها في بالك دائما سواء على مستوى شخصي او على مستوى قائد فرق يعني في هالمجال؟ سؤالك وايد حلو، وبخبرك عن نصيحه حد قال لي اياها من في سنين شغلي يعني في مسيره شغلي، ان عشان تكونين قائد ناجح لازم دائما ما تحددين فتره اللي تطلعي لها كفرص وصعوبات، وانا ما احب اسميها صعوبات احب اسميها فرص. فدائما يقول لي اطلعي على الاقل يعني 5 سنين واكثر، وهذا شيء نحن تعلمناه من بلادنا، يعني دائما عندنا نظره للمستقبل وهالشيء نحب نطبقه. يعني كل حد في منصب قيادي تشوفينه يحاول على قد ما يقدر يطبق هالشيء. فبالنسبه للسؤال تحديدا، الواحد عشان يكون ناجح لازم يكون دائما متعلم عن السبجكت الجديد اللي تطلع. شفنا الرقمنه مثلا، شفنا الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن يكون سلاح ذو حدين، بس الواحد يجهز نفسه بالتعلم واستمرارية أن تطوير نفسك والفريق العامل بعد من هالناحية، عشان تكونين يوم هالأشياء تزيد وتتطور وتستوي ممكن أكثر كومبلكس الواحد يكون جاهز عشان يتعامل معها. شو أصعب قرار ممكن تتخذه شمسة؟ أو خلينا نقول القرارات في أي منطقة أو في أي مكان بالضبط اللي هي تحسينها تسبب لك قلق دائماً يعني؟ هي. اللي مرتبطة بالناس، اللي مرتبطة بالتاسكس، اللي مرتبطة بشو بالضبط؟ أنا من شوية قلت لك أنا ما أحاول أشوف الشيء من منطلق الصعوبة. أحاول أشوف الشيء من منطلق الفرص. بس دائماً في تحسين قرارات بالذات إذا مرتبطة بالبشر، حد لازم خلاص يترك هي. أو شيء لازم توقفينه. كل الديسيجنز اللي اوصلها تكون وايد محسوبه. ويوم اقول لك محسوبه معناته ما اوصل اقول هذا القرار وخلاص، اكون دارستنه عدل من البدايه، ان اذا انا حابه اسوي هالقرار شو الاشياء اللي لازم اخذها في بالي واحسبها، او شو الاشياء اللي ممكن تكون كرساله يعني لي وللتيم اللي مثلا بروجكت اشتغلنا عليه لازم اتعلمها واعرفها عشان نوصل لهالقرار. فكل شيء مدروس، ان الواحد يكون عنده وقت يدرس الشيء ويكون متاكد من القرارات. في قرارات صعبه اصعب عن غيرها، بس يوم تكون مدروسه تخفف من الضغط اللي ممكن القرار يوصله. يعني متى اقول لازم اوقف خلاص انسحب؟ أبداً الواحد ما ينسحب، يعني ما في أبداً أحياناً أشياء تخليك تقولين لازم تتراجعين؟ لا بالعكس، ما في تراجع ما في تراجع. وخاصة
مثل ما قلت لك في البداية أن الدعم موجود، وكلمة استخدمتها بعد قبل الثبات. إذا الواحد على أي مرحلة صعبة مر فيها يقول خلاص أنا ما أقدر وبستسلم، هذا مو بالشيء اللي الواحد يطمح له بعد 20 سنة من الشغل. لازم الواحد يثابر ويصبر ويجتهد، وفعلا يوم تمرين مرحلة صعبة وتحلينها وتعدينها، بعد فترة من السنين تشوفينها تقولين أنا سويت هالشيء، أقدر أسوي شيء أكبر عنه. فيعطيك دافع أكبر وأكبر، وبتستغربين أن الأماكن ممكن توصلينها بهاي منطلق من التفكير. يعني شمس الفلاسي، شكرا جزيلا لك، حوار جدا ثري، استفدت وتعلمت وايد أشياء صراحة من هذه المحطات المضيئة في حياتك، وأكيد أن متابعينا في بودكاست هوية كذلك راح يستفيدون كثير إن شاء الله يا رب. وأنا كثير استمتعت بالمقابلة اليوم، ومشكورين على وقتكم.